يهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت إيران البعيدة ولبنان القريب. لابد أن تدفع الأولى ثمن العبث باستقرار المنطقة، ولن يقبل بوصول نيران لبنان إلى إسرائيل. منهما وصلت نيران بحرية وبرية خلال الأيام الماضية. لبنان الهادئة حواف تماسه مع إسرائيل منذ نحو 15 سنة، يحمى جمره من الحدود الجنوبية قبل أيام لتصل رشقة صاروخية إلى الأراضي الإسرائيلية، منذرة بقض هدوء تخشى قوات اليونيفيل وأمريكا ألا يعود كما كان. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله قبل استئناف المحادثة النووية في فيينا. رغم ذلك يحذر بنت الدولة والجيش اللبنانيين بضرورة تحمل مسؤولياتهما ألا يغفلا عن الحديقة الخلفية للبنان. وفق تعبيره لن يتسامح مع أي نار تصل منها إلى الحدود الشمالية لإسرائيل. وإلى المقبل لمنصبه رئيسا لإيران أولى التهديدات الرسمية من إسرائيل، لابد من دفع إحدى فواتير العبث باستقرار المنطقة. ميرسر ستريت السفينة الإسرائيلية أولى السفن المتضررة بنيران إيرانية في ولاية رئيسي. ينبه بنت إنه لا يمكن أن تستمر طهران في العبث باستقرار المنطقة من دون دفع الثمن. قد تقبض مستقبلا ما يغضبه من فواتير متأخرة لاتفاق معطل. يعلن الاتحاد الأوروبي أن جلساته ستستأنف الشهر المقبل.